في ميليشيات قيادة البوليساريو، ولا زال مصيره مجهولا إلى حد الساعة دون أن يتم اتهامه بأية تهمة أو الإعلان عن خبر توقيفه. منظمات عديدة بالإضافة إلى عائلته تناشد المجتمع الدولي للكشف عن مصير هذا الشاب. ومن مأساة المختفي قصرا مربيه أدى، نتوقف مع مأساة لا تقل وحشية وفظاعة، إنها مأساة شابة صحراوية قتلت مؤخرا على يد مشاقلها. يبدو الأمر في البداية مجرد جريمة قتل راحت ضحيتها شابة صحراوية، لكن الجريمة الأكبر تقع على عاتق جبهة البوليساريو التي أوصلت المرأة الصحراوية إلى خادمة في البيوت الإسبانية. تقرير فاتح لمين. بسببها يعيش اليوم العديد من الصحراويين أوضاعا تختلف بنية المجتمع الصحراوي بعاداته وتقاليده. مجتمع الصحراء الذي قدس المرأة أيما قدسه ومنحها من العزة والحقوق ما لم تستطع قوانين المساواة والدفاع عن حرية المرأة تحقيقه. لعلها الجبهة إذن التي نجحت في التضليل وجعلت حياة المئات حلما ورديا. مضى العقد ثم الثاني فثالث ثم رابع، فانجلت الحقيقة، وهم وسراب ما تدعو له الجبهة، فاضطر النائم للاستيقاظ من حلم لا يعدو أن يكون حلماً ليجد المئات الملاذ في العودة أو الفرار إلى أوروبا بحثاً عن وضع غير الذي هم فيه. المرأة الصحراوية بدورها وجدت الملاذ في أوروبا، مكرهة عن وضع أقل ما يقال عنه لا يطاق، ومن سيدة عالية الشأن إلى خادمة في البيوت بإسبانيا. ذلك وضع بسبب جبهة، حوادث متكررة من اغتصاب وتربية على غير دين وعادات إلى قتل واغتصاب عمر الزهور. شابة صحراوية في مقتبل العمر ضحية رصاصة غدر من مشغلها، استقرت في جسدها النحيف لتودع بها الحياة على أرض غير الأرض، وترحل الفتاة بإسبانيا كرها كما عاشت بتندوف كرها، تاركة وراءها ملفا آخر يدعو لالتفاتة عنق إلى مجموعة من البشر يعيشون كما الحجر، صم بكم لا تجول ولا تجوال، لا تعبير ولا احتجاج، وإلا فالمصير كما مربيه بالمرصاد. نبقى في مسلسل الخروقات المستمرة لحقوق الإنسان التي تطالها الصحراويين. تتواصل بجنيف أشغال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. الوفد الحقوقي المغربي حمل على عاتقه فضح الخروقات الجسيمة التي تطال ساكنة مخيمات دوف من طرف قيادة دكتاتورية يائسة. البورتريت التالي لأحد النشطاء الحقوقيين في مراسلة لإبراهيم جدود ومحمد مولود ملا يخاف. بزيه الصحراوي الأصيل يدخل الشاب سيدي سلام الإدريسي مقر الأمم المتحدة بجنيف، وهو يحمل على عاتقه مسؤولية تسليط الضوء على الوضعية المأساوية التي يعيشها الصحراويون بمخيمات تندوف. فالوضع هناك لم يعد يطاق، ويستلزم أكثر من أي وقت مضى دق ناقوس الخطر لتدخل المنتظم الدولي لفك الحصار وإنهاء المعاناة التي قاربت عقدها الرابع. الشاب سيدي سلامة عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع مجموعة من المنظمات الغير حكومية، شرح خلالها حقيقة الأوضاع، كما قام بتصحيح عدد من المغالطات، وهو الأمر الذي لقي استحسان عدد هام من النشطاء الحقوقيين الدوليين. على أي حال اللقاء هنا في هذه المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان من أجل إيصال أصواتهم، ونظن عن أصواتهم هون منين تلحق صوتهم هون ليتوصل للمنتظم الدولي ما في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالأمر. إحنا هون نديروا لقاءات مع منظمات غير حكومية من أجل تزويدهم بالمعلومات الموجودة في المخيمات، ما فيها حقوق الإنسان وفيها جميع الأمور تعني إخواننا وبني عمومتنا المتواجدين هنا. هذا التحرك الدبلوماسي الموازي ذو الأهمية الكبيرة يأتي اليوم في ظل ما تتداوله مختلف وسائل الإعلام الدولية من أخبار مصدرها مخيمات تندوف، فهذا صحراوي مختطف والآخر
صحراوي مبعد، وذاك صحراوي مجهول المصير، والبقية صحراويين فرض عليهم العيش تحت الحصار. كل هذه المعطيات التي تنم عن وضع إنساني كارثي تستلزم تضافر جهود الجميع للفت انتباه العالم لوقائع أقل ما يقال عنها أنها جرائم ضد الإنسانية. في الشأن التنموي، أشرف والي جهة وادي الذهب القويرة رفقة مسؤولي الإقليم على افتتاح المحطة الطرقية بحي النهضة التي اشترك في دعمها، إضافة إلى وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، المجلس البلدي والمجلس الإقليمي وكذا المجلس الجهوي. تفاصيل المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 11 مليون درهم مع محمد تروزي ومحمد يدس. انطلق العمل بالمحطة الطرقية للمسافرين بالداخل بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية الخاصة بتسيير المحطة التي كلفت 11 مليون درهم لبنائها في إطار اتفاقية شراكة. مكاتب وشبابيك للتذاكر، مرافق صحية وموقف للحافلات مع بهو للذهاب والوصول ومرافق إضافية أخرى شملها مشروع المحطة التي يأتي قرار تشييدها في إطار استراتيجية خاصة بتنظيم النقل بالجماعة الحضرية للداخلة. هذا مشروع مهم ومهم جدا نظرا لأهميته والقيمة المضافة اللي أعطى للمدينة، لأن هو اجتمعت الشركات النقل اللي متواجدة هنا كلها اجتمعت لهي تعود تسير الأعمال ديالها من هذا المقر، بدل من كانوا مشتتين في المدينة والبعض فيه ما عنده مكاتب في طرق مزدحمة. الحمد لله تهدينا. يعني مشروع محطة طرقية هو مشروع هيكلي ينظم القطاع من جميع النواحي، وكنا نتمنى هو اتحاق جميع الشركات بالمحطة الطرقية، وما بغون نشوفوا ذاك الاكتظاظ وذاك العشوائية اللي كانت في الشوارع خاصة في الذهب وفي الإياب. الشركة يعني وفرت جميع المرافق اللي يعني كيحتاجها المواطن داخل المحطة، مرافق صحية، مقاهي، محلات لبيع المواد الغذائية. المحطة يعني الهدف منها يعني تقريب الشركات المختصة بنقل المسافرين للساكنة يعني ديال مدينة الداخلة خاصة والساكنة المغربية عامة. المحطة أحسن من ديك ساكنة تنقفوا في الشارع وما تلقاش فين نقفوا. هذا المحطة مزيانة لدينا احنا والمسافرين تاهما، والمهم لسنا تلقى راحته هنايا واتساع، ماشي بحال ديك ساكنة مزاحمين كنا بزاف نتاع المساكن تلقوا. عمليات إركاب وإنزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع ستتم بحسب قرار الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بهذه المحطة التي جاء ميلادها لتنظيم حركة حافلات نقل المسافرين بهذه المدينة، وفي الآن نفسه توفير المرافق الضرورية للمسافرين. في موضوع آخر، وكما تابعنا في نشرة أمس، نظمت جمعية المقاومة عبد العزيز خيا للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية وبتنسيق مع النيابة الإقليمية للتربية الوطنية والنيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير حفل تسمية المدرسة التي حظيت باسم الفقيد، وهي مناسبة تزامنت والاحتفاء بالذكرى السنوية الأولى لوفاة عبد العزيز خيا. المزيد في متابعة السالك بوجدور ومحمد شارع. للذاكرة هنا من يحفظه، وللتاريخ هنا من يحكيه، ولكل زمن رجال رحلوا لكن ذكراهم ظلت خالدة خلود أعمالهم. هي حكاية الرجل عبد العزيز خيا، الحافل سجله بالنضالات وملاحم الذود عن حرمة الوطن. اليوم يحتفى به بإطلاق اسمه على إحدى المؤسسات التعليمية عرفانا ولو بسيطا لما أسداه لهذا الوطن. احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كنسلكوا هذا النهج ديال الوفاء والبرور لرجالات الوطن البررة، وذلك بالتعريف بهم وبتمجيدهم واستحضارهم في كل الفضاءات بما فيها المؤسسات التعليمية. هذه التسمية أتت يعني كتقدير للفقيد لما أسداه لهذا الوطن من تضحيات. ما صار المرحوم عبد العزيز خيا حافل بمنجزات، شارك في حروب جيش التحرير
وانخرط في المقاومة وهو شاب. كثيرون ممن عاصروا الفقيد هم اليوم بلسان واحد يتذكرونه كرجل عرف بدمثة الخلق وروح الوطنية الصادقة. شهادات أثنت على مناقب الفقيد الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الملاحم النضالية ضد المستعمر كغيره من أبناء هذه الربوع. المقاومة عبد العزيز هو كل حد يعرفه ويعرف عنه راجل وطني وعلم انه من نهار قام وهو في الوطنيه وكل حد يعرف. احنا من سنه ذيك الساعه في الطرفايه نقرا وهو خليفه في الطرفايه. تكريم وتسميه هاي المدرسه لعبد العزيز ولد عبد الله ولد علي اللي لا شك انه من اغطاب هذه المنطقه ومن قيدوميه الوطنيين ومن قيدوميه السجعان ومن قيدوميه الادب ومن قيدوميه الاخلاق الحميده لهذا الشخص اللي ذهب. اعتبر ان يعني تسميه المدرسه باسم المرحوم عبد العزيز ولا عبد الله الطالب علي يعني تلقي ضوء اضافي على جانب من حياته اللي ما كانت معروفه وهو الجانب الادبي والثقافي والعلمي والاكاديمي. اليوم في هذا الحفل هذا يعني زحنا الستار على اللوحه التذكاريه للمقاوم عبد العزيز خيا والذي أطلقنا اسمه على مؤسسة تعليمية ابتدائية وكتندرج هذه الخطوة هذه في إطار التذكير بالمناقب ديال الأبطال كل الأبطال المغاربة الذين ساهموا في تحرير هذه البلاد. هو واحد من أعلام الصحراء الذين رسموا تاريخا لهم ولأبنائهم يحتفى بمرور سنة على رحيله تاركا وراءه بصمة ستظل خالدة في تاريخ النضال الوطني ومرجع للنشء وقيمة ومضافة. وما تكريمه اليوم إلا عرفانا لجليل ما قدمه لهذا الوطن. إلى الشقيقة موريتانيا التي انطلقت بها ليلة البارحة فعاليات المهرجان الثقافي والسياحي لبلدية بولانوار بولاية داخلة نواذيبو. فعاليات هذه السنة يحل عليها ضيف شرف وفد عن بلدية الوطية بإقليمية طنطان. مراسلا من بولانوار لمحمد مصطفى خيا، محمد مشنان والمحجوب كزيزة. بعد الاستقبال الكبير المخصص لوفد بلدية الوطية عن إقليم طنطان من لدن القنصل العام للمملكة بولاية دخلة نواذيبو بموريتانيا انطلقت رسميا وفي أجواء احتفالية هامة فعاليات النسخة الثانية لمهرجان بولانوار للثقافة والفنون والسياحة. الكلمة الافتتاحية للمهرجان تطرق خلالها الوالي المساعد بولاية دخلة نواذيبو وكذا رئيس بلدية الوطية لمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجانبين المغربي والموريتاني تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس وأخيه محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. هي مناسبة تضمنت عديد الفقرات الفنية والفولكلورية المجسدة لتاريخ عادات وتقاليد ساكنة موريتانيا. هي تظاهرة ثقافية سياحية بدأت منذ سنتين ما زالت في بكرا وتتطور إن شاء الله تعالى سنة بعد سنة. هذه السنة كانت تتميز بحضور وفود شقيقة الوفد المغربي المملكة المغربية كذلك وفد بعض وفد إسباني وسنة سنة إن شاء الله يكتمل إن شاء الله تعالى المشوار. وفي هذا الإطار إن شاء الله تعالى نتوقع أن تكون المدينة أن تشهد المدينة تطورا ملموسا ثقافيا وسياحيا وسينعكس ذلك إن شاء الله تعالى لا محالة على باقي الولاية. وفي هذا المضمار أرحب ترحيبا خاصا بوفد المملكة المغربية الشقيقة على تجشم العناء هذا السفر الطويل. تواجدنا هنا للتعرف على مؤهلات هذه المنطقة ولتعرف على كذلك ثقافة منطقة بولانوار، وهذا بطبيعة الحال هذه المشاركة تأكد وحدة الثقافة بين موريتانيا وجنوب المملكة المغربية بحيث تجمعنا وحدة الثقافة اللغة الدين. إذا نحن طموحنا كبير على أن تكون هناك اتفاقيات شراكة بين جماعاتنا في جنوب المملكة وجماعات كذلك في موريتانيا وخاصة في منطقة نواذيبو. إذا يا ربنا يكون عندنا دور في المنطقة التي هي واللي ربما يكون يعود إن شاء الله ما هو إيجابي على ساكنة المملكة الشقيقة. أظن أن المشاركة
الوفد المغربي في النسخة الثانية من مهرجان الويدبو بهذا الوفد الكبير المتميز بقيادة السيد رئيس المجلس البلدي بافيا. تعتبر مشاركة قيمة هامة جدا لأنها تؤسس لتعاون مثمر وهام، خصوصا وأنه كما في علمكم على هامش هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة. سوف يتم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بالويدبو توقيع على شراكة بين المجلس البلدي للوطية والمجلس البلدي لبولنوار، وأنتم تعرفون أن نوع التوقيع على عدن بالشراكة هو هام جدا ومهم، يندرج في إطار تقوية العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين. وتأتي مشاركة وفد بلدية الوطية ضمن فعاليات هذا المهرجان ببلدية بولنوار بولاية دخلة وذيبو في أفق رسم استراتيجية هامة تروم تعزيز التعاون بين الجانبين وكذا تبادل الخبرات في عديد الميادين، إلى جانب التفكير في توقيع اتفاقية للشراكة. حضور المتميزون خلال حفل افتتاح هذه الفعاليات لوفد موريتاني هام يضم عديد الشخصيات السامية بالدولة والمنتخبين والأعيان ووجهاء المنطقة. يعني إنعاش التنمية داخل القرية، قرية بولنوار قرية ريفية ورعوية وزراعية أيضا، وتحتاج لمن يدعمها في هذا الإطار وأي إطار مهما كان، وخاصة في الثقافة والتراث وفي التنمية سواء كانت على المستوى الريفي أو الإسكان. الأهمية في بلدية بولنوار هو الشراكة اللي بين البلدين والمشاريع المهمة بين البلديتين الوطية وبلدية بولنوار، والصداقة والمحبة بين الشعبين، الشعب المغربي والشعب الموريتاني. الوفد المغربي من الوطية وبلدية طنطان مشاركتهم معنا وإسهامهم بالمهرجان وإحيائهم لذكرى المهرجانية عندنا، ورانا مشرفين بهم وبحضورهم معنا. ستستمر زيارة وفد بلدية الوطية لولاية دخلة وذيبو بموريتانيا طيلة الأيام القادمة، على أن تشمل عقد مجموعة من اللقاءات التواصلية مع مسؤولين محليين، وكذا تنظيم زيارات ميدانية لمنشآت اقتصادية وأخرى على صعيد هذه المناطق، إلى جانب تنظيم أمسيات فنية تحييها مجموعة عيشات عن جهة إقليمي مسمارة، وكذا خيام موضوعاتية بساحة المهرجان ببلدية بولنوار لفنانين تشكيليين وأدباء. إذن إشاعة ثقافي كبير ومشاركة متميزة لوفد بلدية الوطية خلال النسخة الثانية من مهرجان بولنوار للثقافة والسياحة، وأمل العديدين فيها تتكرر هذه المشاركة خلال السنوات المقبلة. محمد المصطفى خيا، محمد مشنال والمحجوب كزيزة لقناة العيون من بلدية بولنوار بولاية دخلة وذيبو شمالية موريتانيا. نعتذر عن رداءة الصورة من المصدر. في الشأن الاجتماعي وفي التفاتة تقديرية أهمت العديد من قدماء العاملين ببلدية طنطان، نظم المجلس البلدي لطنطان حفلا تكريميا لمجموعة من هؤلاء العاملين، وهم بحضور مسؤولين وأعضاء المجلس. الحفل وزعت خلاله شواهد تقديرية ومساعدات مادية اعترافا بالمجهودات التي بذلتها هذه الشريحة وعربونا للوفاء. جديد الصحف والمجلات الأسبوعية في قراءة لمحمد نوار. نستهل قراءتنا بجديد الصحف والمجلات الصادرة هذا الأسبوع من صحيفة الأسبوع الصحفي، وكتبت: فشل كبير يلازم أجهزة الأمن والمخابرات بمخيمات تندوف نتيجة التسريبات الإعلامية الخطيرة التي بثت على قناة العيون التي كشفت بعد 40 سنة عن زيف أطروحات البوليساريو، وهو ما أكدته قيادة البوليساريو في لقائها الأخير ونتج عنه تعميق جراح الأزمة الداخلية للجبهة. وأضافت الأسبوع الصحفي: هذا الأمر الذي خالف كل التوقعات ورمى بالعيار
التيار الثقيل المشهد الداخلي الملتهب والمحتدم أصلا بعد كل محاولات التهدئة والمهادنة، وهو ما كرس الغليان الشعبي الناتج عن انسداد الأفق أمام الشباب وضياع الأمل في مستقبل منشود عجزت قيادة الجبهة عن تأمينه لشرائح الشعبي المختلفة. أما صحيفة هسبريس فكتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: يقوم الوفد المغربي الرسمي المشارك في أشغال الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي انطلقت يوم الأربعاء المنصرم بنيويورك بحراك دبلوماسي متقدم عبر اللقاء بعدة مسؤولين ووزراء دول أجنبية وإجراء مباحثات ثنائية هيمن عليها الحديث عن خطر الإرهاب بالمنطقة وسبل مواجهته في سياق التحالف الدولي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوعين. وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار افتتح المشاورات الثنائية مع وزير خارجية فنلندا، تناولت سبل مواجهة التطرف والإرهاب والتركيز على مقاربة تعتمد استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد، فيما استحضر الجانبان الوضع الأمني المضطرب في كل من ليبيا ومالي. من جهة أخرى شمل التشاور المغربي لقاء وزيرة خارجية كولومبيا ماريا أنخيلا كويار بإعلان التحضير لعقد اللجنة المشتركة بين الرباط وبوغوتا وتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني وأخرى تهم المجالين الاقتصادي والتجاري، كما كان حضور المغرب في الولايات المتحدة الأمريكية فرصة للدفاع عن قضية الصحراء وحشد الدعم لمقترح الحكم الذاتي. وارتباطا دائما بجديد الصحف الأسبوعية تطلعنا أسبوعية لافي إيكو الناطقة بالفرنسية بأن كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية جون كيري أشاد بالجهود الطلائعية للمغرب بخصوص مكافحته للإرهاب ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وأضافت لافي إيكو بأن جون كيري أعلن عن هذا في اجتماع للمنتدى على هامش الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: أود أن أشكر زملائنا من المغرب لكونهم في طليعة الجهود التي يبذلها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بهدف إعداد الإطار الدولي الأول لأفضل الممارسات التي سيتم اعتمادها اليوم لمواجهة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويعتبر المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الأرضية الواسعة والخصبة لمواجهة التهديدات الإرهابية، ويعتبر المغرب عضوا مؤسسا فيه. صحيفة المشعل كتبت في عددها لهذا الأسبوع: أصدر مركز بيو سانتر المتخصص في تزويد المعلومة المتعلقة بالسلوكيات والتوجهات المؤثرة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى باقي العالم خريطة تفاعلية تم إنجازها بناء على إحصائيات صادرة عن مكتب الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة، لتبرز أن عددا مهما من المواطنين الجزائريين اضطروا للفرار من بلدهم صوب المغرب بحثا عن الأمن وظروف عيش أفضل. وكشفت المشعل بأن المعطيات ذاتها بأن من بين الفارين إلى المغرب 20,000 جندي جزائري من ضمن 840,000 جزائري الذين هاجروا بلدهم منذ تولي الرئيس بوتفليقة الحكم بحثا عن بلدان أخرى للاستقرار بها منها المغرب فرنسا وكندا. ومن صحيفة الأيام نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة هذا الأسبوع، وجاء فيها: أعلنت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أن نتائج الدراسات والأشغال التي يقوم بها المكتب وشركاؤه بجميع الأحواض الرسوبية أبانت عن وجود أنظمة نفطية وأهداف بترولية متعددة. وقالت بن خضرة أنه تم إلى حدود الآن عقد اتفاقيات مع 30 شركة نفطية تستكشف في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن عقود الشراكة الموقعة حاليا مكنت من التوصل إلى ما يناهز 113 رخصة استكشافية، 90 بحرية و41 برية، وأربع رخص استطلاعية، 2 بحرية و2 برية، وأشارت إلى أن البترول موجود في الصخور النفطية. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم المحجوب والمبارك والعبيد عن سن تناهز 68 سنة الفقيد، ينتمي إلى قبيلة أيت الحسن إنجورن. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل واللحظة إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. يرتقب تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل، الرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 18 درجة بقليميم، 27 درجة بأوسرد. في حين ستتراوح درجات الحرارة
العليا ما بين 41 درجة بأوسرد 25 درجة بسيدي إبني. في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج عموما. طلوع الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة 7:45 أما غروبها سيكون عند تمام الساعة 7:40 إن شاء الله. مع بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي: 37 درجة بنواذيبو، 36 درجة بزويرات، 33 درجة بباماكو، 32 درجة بنواكشوط، مع تسجيل 26 درجة بالعاصمة الرباط. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية.